عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة أم سجود دائما الجديد. تبعوا الفيديو ديالي حتى النهاية. غادي نشارككم اليوم واحد الفكرة ديال الفوطات ديال الحمام لكل بنية ديالك، تصاوبهم غير بوحدك في الدار. إلا عندك فوطة كبيرة إن شاء الله غادي تخرج لك فوطة لك ولبنتك على هذا الشكل سيداتي، كيف ما كتشوفوا. هذه ديجا مخيطه كيف ما كتشوفوا. هذه هي الفوطه على هذا الشكل، فوطه كبيره. هذه كانت كبيره اكبر من هكا، قسمتها على جوج، خرجت منها فوطه كبيره ديال السيده كبيره وبوني ديال الشعر، وفوطه اخرى خرجت منها فوطه البنيه صغيره والبوني ديالها. هذه ديجا خيطتها كيف ما كتشوفوا، دخلت لها لاستيك، كتجي غير نص تحت من الدراع ديال السيده كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا دخلت فيه البي او الفرنجه اللي عندكم اللي حبيتوا تستعملوا، ودرت لها لاستيك هنا باش تجي مقبوطه، ودرت لها هاد الخويطات هادو ديال البي باش تجمع من الجانب كيف ما كتشوفوا. كتجي فوطه طويله. وهذا البوني ديال الشعر كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا كيجي بحال طريبيش، بحال طاقيه، وداخله فيه حتى هو البي على هذا الشكل. هذا ان شاء الله على بركه الله غادي نبدا معكم الفكره ديالي اليوم. عندنا فوطه ديجا قطعنا القياس، كتاخدي ما غاديش نعطيكم المقاسات باش ما نصعبش عليكم. عينك ميزانك سيداتي، كتحطي عليك الفوطه كتشوفي الطول اللي بغيتي وكتقطعي. انا درتها تقريبا حتى طويله حتى لتحت، ما درتهاش قصيره. كاين اللي يبغى حتى للركبه، انا درتها طويله كتجي من تحت الدراع حتى لتحت كيف ما كتشوفوا. هذا هو الوجه ديالها. كناخذوا سيداتي من الجهه اللي قطعنا كيف ما كتشوفوا، وكنتنيو الجهه اللي غيدخل فيها لاستيك على هذا الشكل. هذا كناخذوا براوخيط، كناخذوا هذا القياس اللي غيدخل فيه لاستيك، وكندخلوا البرا كيف ما كتلاحظوا. ديروا شي خيط شويه غليظ باش ما تحلش لينا من بعد، وكنبداو نخيطوا هكا على هذا الشكل. هذا كيف ما كتشوفي سيداتي، كنخرجوا البرا. يمكن الا عندك الماكينه دوزي بالماكينه، كتبقى دائما خدمه اليد متقونه كيف ما كتشوفوا سيداتي. ما باينش كتدخل كديري خيط في لون الفوطه، انا درت ابيض حيت الفوطه فيها البلوسيال وفيها البيض ما كيبانش. وهكذا سيداتي كتبقاي تخيطي حتى كتكملي الفوطه كامله ان شاء الله على هذا الشكل. هذا حتى كتكمل الفوطه كامله. انا ما غنطولش عليكم، هانتوما عرفتوا الطريقه كيفاش. خليكم معايا حتى تشوفوا الشكل ديالها ملي غادي تخيط كامله. كيف ما كتشاهدي سيداتي، هذه هي الفوطه بعد ما كملناها كامله في الخياطه، ها هي على هذا الشكل. غادي ناخذ دابا لاستيك وندخلو في هذيك الفتحه اللي خيطنا، نبقاو نستمروا بحال هكا بحال هكا، ونجبدوا في لاستيك حتى كيدخل في الفوطه كامله وتخرج من الجهه الاخرى كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل سيداتي. خليكم معايا حتى النهايه، كتبقاو تجبدوا لاستيك على هذا الشكل. هذا ها هو الشكل النهائي سيداتي كيف كتشوفوا. هو دخلنا لاستيك كامل في الفوطه كتسيره. دابا كتاخذ جميع الاحجام، يعني اي واحد بامكانه يلبسها كيف ما كان غليظ او رقيق على هذا الشكل. هذا دابا كناخذوا بي ولا فرانجه ولا اللي عندنا بغينا نزوقوا بيه، بغينا نخليوه سامبل كيف ما بغيتوا. كدوزوه من الجهه اليمنى، كتاخذوا الجهه اليمنى هي هذه، وكتخيطوا عليها البي من هنايا اولا كتلصقوها بالكوله جهه وحده. خليكم معايا غادي نوريكم كيف جات. هانتوما سيداتي كيف جات، ها هي لصقتها، حطيت الفرنجه هكا على هذا الشكل. هذا ولصقتها، هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف ما كتشوفوا، لصقتها في جهه وحده. هذا هو الطول ديال الفوطه كامل كيف ما كتشوفوا. الجهه الاخرى ما فيها والو كيف ما كتلاحظوا.
لكم معايا سيداتي كيف ما كتشوفوا جا الشكل ديالها رائع. دابا غادي نلصقوا ليها الصدفه اولا بي باش غادي تحزم من الجنب باش ما تبقاش محلوله. كيف ما كتلاحظي سيداتي هما عندي جوج ديال البي قطعتهم على هذا الشكل هذا وحده وها هي الاخرى من الجهه اليسرى. كناخذوا بيستولي كنضعوا شويه الكولا وكنلصقوها هنا كنثبتوها مزيان على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا كيف ما كتلاحظي سيداتي ها هي من هذه الجهه وكنلصقوا وحده في الجهه الاخرى الجهه الاخرى حتى هي كنلصقوا فيها وحده على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظي سيداتي. دابا غادي ناخذو نقطعو البوني غادي ناخذو فوطه مربعه على هذا الشكل هذا كنحيدو الطرف هذا زايد فوطه على شكل مربع هكذا غادي نتنيها على جوج وغادي نقطع بشكل دائري على شكل قبعه على شكل طاقيه ولا قبعه. خلو لكم معايا تشوفوا كيفاش غادي نقطعها على هذا الشكل هذا شكل دائري اولا تحطوا قبعه هكا على هذا الشكل وتراسيو عليها بالستيلو وتقطعوها على هذا الشكل هذا. خلو لكم معايا ها هي الفوطه من بعد ما دوزناها كلها بالكولا ها هي ثنيناها غادي ناخذ دابا لاستيك ونعاودو ندخلو في جهه الراس كيف وريتكم قبل مع الفوطه كديروا شي ثقب لداخل وكدوزوا على هذا الشكل هذا وهذا هو الشكل النهائي ديال البوني ديالنا كيف ما كتلاحظوا دوزت لاستيك كامل مع الجوانب كناخذ واحد الطرف ديال الفرنجه على هذا الشكل ولصقته في المقدمه ديال الراس على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا المقدمه ديال الراس ولصقته هكا على هذا الشكل غير طريف صغير زينا بالمقدمه ديال الراس. وهذه هي الفكره ديال اليوم غادي نوريكم فوطه ديجا مصوباها شوفوا الشكل ديالها هادي فوطه صغيره ديال بنيه صغيره كيف ما كتلاحظوا حتى هي درت لها الفرنجه درت لها حزام منين تحزم هنايا من المقدمه ولصقت لها هذا الموتيف هذا هنا هذا الارنب كيف ما كتشوفوا وهذا البوني ديالها كيف ما كتلاحظوا نفس الطريقه كتجي تشكيله غزاله ديال الفوطات الام والبنت ديالها. لاحظوا معايا على الشكل هذا هذه الفوطه الكبيره ديال الام درت لها هذه الفرنجه هكذا عريضه كيف ما كتشوفوا نفس الشيء من جهه واحده والجهه الثانيه كيف ما كتشوفوا الجهه الثانيه كتحزم على هذا الشكل هذا. وهذه هي فكره اليوم كنتمنى تكون عجبتكم الفكره ديال اليوم وتشاركوني حتى نتوما الفكره وتطبقوها تاخذوا نتوما فوطه كبيره وتفصلوها تفصلك سيداتي فوطه اللي كنتي والبنيه ديالك تلبسو بحال بحال علاش لا وكتخدميها بيدك كتكون افضل واجمل حسن ما كتشريها طالعه وعاوتاني كتاخذي فوطه هكا مصوبه كتكون الكاليتي ديال الفوطه ماشي هي هذيك علاش لا لا كتشري فوطه بيدك كتمشي للبلاصه من كتخاد الفوطه العبار للكيلو كتاخذي فوطه حاجه مزيانه كتعرفي النوعيه ديال الثوب اللي غتاخدي وتخيطيها بيدك ولا تديها نيت لشي خياطه هي تصاوبها لك تعطيها الموديل وها هي الفكره عندك سيداتي طبقيها وبالصحه والراحه. كنتمنى فكره اليوم تكون نالت اعجابكم وما تنساونيش من التشجيع ديالكم وبارطاجيو الفيديو ان شاء الله باش تعمل فائده كيف ديما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.